لما جه الفيلم يتعرض على المنصات دي كانت معركة تانية. صحيح، مثل ما حكيت لك كل مرحلة بهذا الفيلم كان يعني مرقنا كتير بصعوبات، منها لما الفيلم طبعا بلش بالمهرجانات، بلش بالكتابة طبعا، بالتمويل، بأنه الفيلم يطلع على مهرجان عالمي، أي يبلش عرضه العالمي ويبلش رحلة المهرجانات، بس انعرض. لما وصل أنه الفيلم ترشح من الأردن لتمثيلها بسباق الأوسكارز، صار في هجوم كتير سيء، وكان بنفس الوقت عم بصير لأنه في من صندوق دعم السينما الأردني مساهم في التمويل كمان. طبعا الهيئة الأمريكية للأفلام دعم الفيلم، بس اللي صار أنه هو كان بالوقت اللي كان فرحة مترشح لمثل الأردن بالأوسكارز، هي نفس الوقت اللي كان بلش رح ينعرض على منصات VOD platforms على هاي المنصات. فاللي صار أنه الهجوم بلش لأنه كان رح ينعرض عالميا، فصاروا خايفين أكتر أنه العالم تعرف عنه. وبتخيل أنه طبعا الهجوم هلأ يعني هو قصة طويلة، الهجوم اللي صار من الحكومة الإسرائيلية مثل بن غفير، ليبرمان، وكمان واحد وزير عندهم، غير الصحافة اللي تواصلوا معي، وغير التهديدات، غير التلفيق يعني، ومحاولة تغيير يعني فبركة فيديوهات إلي يعني، في كتير كان في محاولات أنه يخربوا. ولا وطلع بعدين شعارات كتير زي أنه الفتاة التي أرعبت الاحتلال. كنت أسألك على بعض التفاصيل في الفيلم، منها مثلا تلك الجملة اللي اتقالت لمختار القرية أو عمدة القرية اللي هو أبو فرحة، لما الشباب الثوري كانوا عايزين يواجهوا ويحاربوا، هو قال لهم لا احنا ضلين هنا ومش أنا مش هروح معاكم، وإن شاء الله الجيوش العربية جاية. فراحوا قالوا له يا مختار أرضك راح تصير رماد. والحقيقة أنه دي جدلية مش بس في فيلمك، يعني هو محدش عارف هو المختار ده كان في إيده إيه، محدش عارف إيه المنطق اللي كان أصوب. يعني هي الكارثة حصلت، إنما طول الوقت، وعلى فكرة الدبيت ده والجدل ده ما هو بيتكرر تاني مع تهجير جديد وتهديد جديد، هو أنا سلاحي لا يتوازى مع سلاحهم، هل الحل هو الصمود والبقاء ولا المواجهة الغير متكافئة؟ كتير مهم هذا اللي ذكرتي، لأنه لما عملت هذا المشهد كان في كمان هدف منه. النية تاعتي كانت أنه المقاومة اللي عم بيحكوا أنه مش لازم نقاوم، من القرى اللي كانت عاملة هدنة مع اليهود هي دير ياسين. بتخيل كلنا سمعنا بمجزرة دير ياسين بال 48. فهي قصة حقيقية انه صارت، كان المختار متفق معهم انه رح نعمل هدنة وخلينا نستنى في الجيوش العربية ورح تنحل وما رح يفوتوا لعنا. فحاولوا انهم يستخدموا هاي لأنها كانت بمنطقة مناسبة، بدهم يستخدموها عشان الهجنة، عصابات الهجنة. كانوا بدهم يستخدموا العصابات اليهودية المسلحة اللي أخرجت الناس من بيوتها وعملت ونفذت المجازر. صحيح، ما كان في وقتها جيش نظامي، فكان في عصابات الهجنة اللي كانوا طبعا بريطانيا طلعت وتركت كل شيء جاهز لعصابات الهجنة أنهم يبلشوا يمارسوا المجازر والقتل. ف من هاي هذا مثال، دير ياسين مثال، لأنه حتى اللي كانوا عاملين هدنة عملوا هاي المجزرة عشان يخوفوا باقي القرى من اللي راح يصير فيهم، فصار في ترهيب بدير ياسين عشان هيك باقي القرى صارت تطلع. شفت شو صار بدير ياسين، خلينا نطلع قبل ما تهدى الأمور وبنرجع، وأخذوا مفاتيحهم معهم. عشان هيك هذا المشهد كان مهم لإلي، فحبيت أنك فهمتي شو كان. في حاجات كتيرة حسيت أن فيها رسائل غير مباشرة ولكن بلغة سينمائية جميلة. شو دول الإنكليز؟ شكله هيك. Yeah.
احنا من المؤمنين ان اللغة السينمائية واحدة من ادوات المقاومة والبقاء، يمكن مش التوثيق، التوثيق له أدوات أخرى، إنما بقاء الفكرة، بقاء القضية، بقاء القناعة في الوجدان. السينما واحدة من أهم الأدوات دي، وفيلم فرحة الحقيقة واحد من الأفلام المهمة للسينما الفلسطينية اللي عرضت. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.